تشتهر المائدة اليمنية بالكثير من الأطباق والمأكولات المتنوعة، وفي شهر رمضان المبارك تكون أكثر تنوعا، حيث تدخل إليها الكثير من المأكولات التي لا تتواجد ربما في بقية الشهور طوال العام. رمضان الماضي أحلى من رمضان الحاضر، كان الإنسان يستقبل رمضان منذ شهر شعبان، وكانت الأمور جيدة، وكانت الأسعار كويسة، وكان الإنسان يفرح بهذا الشهر الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لنا برقاب، اللهم بارك لنا برقاب وشعبان وبلغنا رمضان اليوم. وكان الإنسان في القديم كان يشتري كل شيء ويبدأ يجهز لهذا الشهر الكريم من شهر شعبان ومن رقب، حتى تصل كانت الأصناف متنوعة ومتعددة في وجبة المواطن اليمني في هذا الشهر الكريم. منذ انقلاب الميليشيا قبل أكثر من 5 سنوات، باتت الكثير من الأسر بسبب ظروف الحرب تفتقر للقوت اليومي الضروري، خصوصا مع عدم انتظام المرتبات وغياب مصادر الدخل. أين الضابط؟ أين يقود الشرعية؟ يعني التجار يستغلوا الناس، كل منه يبيع سعر، كل منه يبيع سعر، تجي تبيع عند هذا معه سعر، عند هذا معه سعر. يا أخي نرجو من السلطة الشرعية، من الحكومة، من السلطة المحلية تنزل للشارع، يعني تنزل للتجار، يعني تشوف إيش يستغلوا المواطنين، إيش من استغلال يستغلوا الناس المساكين الضعفاء. نحن بحروب. غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية على أسعار المواد الغذائية وجشع التجار فاقم من معاناة اليمنيين، وترك المواطن فريسة لاستغلال التجار الذين لم يتركوا فرصة أو مناسبة إلا وجعلوها موسما للثراء على حساب حياة الكادحين. حرب الميليشيا وغياب دور الحكومة الشرعية في ضبط الأسعار حولا رمضان من مناسبة دينية إلى فرصة لإذكاء الوجع والحرمان في حياة اليمنيين الذين بات الكثير منهم يفتقرون للقوت الضروري من أجل البقاء. فواز الحمادي، قناة بلقيس، سعيد.